الشرك ينقسم إلى قسمين. الشرك شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار لا يخرج منها. وإذا مات نسأل الله عافية والسلامة على الشرك الأصغر يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة. لكن هذا الأصغر خطير يؤدي إلى الأكبر. لابد تحذر من الشرك بأنواعه. أمثلة على الشرك الأكبر. أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. يصلي لغير الله. يدعو غير الله. يذبح للجن. يذبح لأصحاب القبور. يدعو الجن من دون الله. يدعو أصحاب القبور. يخاف من الجن كخوفه من الله. يطوف حول القبور. أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. لو ذبح لغير الله ذبابة شرك أكبر. أمثلة على الشرك الأصغر. الحلف بغير الله. يحلف بحياته. يحلف برأسه بأبيه بالقبور بأي شيء. حلف بغير الله شرك أصغر. يرائي يصلي حتى يقال عنه أنه مصلي. لا تصلي إلا لله. لا تبالي بأحد. لا تقول لولا فلان أو كان كذا. تقول لولا الله. تقول لولا فلان لا غرقت السفينة. لا تقول لولا الله. Si parti en délai, ça va tout s'écouler. Non, si parti Allah, ça va tout pas s'écouler. Ou bien ça va tout pas s'écouler.